أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه
من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى you
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
الله لا يحب المعتدين.
وأنفقوا في سبيل الله
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم.